هناك بعض التغريدات كتبها حميدتي، منها أنه على المجتمع الدولي التحرك ضد ما وصفها بجرائم قائد الجيش البرهان، ووصف البرهان بالإسلامي المتطرف الذي يقصف المدنيين. نعم. كيف ترى هذه الرسائل من حميدتي؟ أنا طبعا بمجرد ما طلعت هذه الرسالة يعني أدركتها تماما، ودي أكدت لي تماما، على الرغم من أن المتابع المسعى على الأرض وعلى المشاهد مع الأرض إذا كان مع ناس داخل القوات المسلحة وإذا كان من المواطنين، نعم، لكنها أكدت بصورة واضحة جدا اللي هو المرحلة الوصلة حميدتي، واللي الآن بيطلب زي ما قال من المجتمع الدولي إنه يخلي المجتمع الدولي إنه يستعين به ويستنجد به، مبرر هذا الاستنجاد بفزعتين، إنه نمرة واحد إنه البرهان يقتل المدنيين، وما في زي ما قلت لك قبل الحكمة المتبعة للقوات المسلحة تماما، الذي يموت إذا في ناس ماتوا اللي هي بالطلقات الطاشة، نعم، من الدعم السريع أو حتى بالاستهداف. بالمناسبة يعني الآن يطلقوا بعض البيوت يدوهم مو يشربوا، بعد ما يدوهم يطلقوا طلقة على الزول البيون ويفوتوا يمشوا بهذه الصورة. يعني المسألة الثانية برضها طبعا هو يعلم تماما أنه المجتمع الدولي دي حارب الإنغاز من 89 واللي هو بفزاعة الإسلاميين، فهو الآن يستخدم هذه المفردات، وده ما كلام الحميدتي، حميدتي لا يدرك كل هذه المسائل، ده واضح بالناس اللي بيديرونها الصفحة وعلى راسهم اللي بيتم الاتصال به وبيكتب كل هذه المسائل اللي هو ياسر عرمان، واللي هو طبعا زول يعني كل القوى السياسية تشائم منه، ما مشى في حتة إلا فرتقة، يعني آخر حتة قبل يجي للدعم السريع كان مع حمدوك، حمدوك قبله كان مع مالك عقار اللي هم كانوا اسمه ينو ده الحركة الشعبية شمال، كانوا هو عمار انفصل من عقار، قبله كان مع 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 الحلو وانفصل من الحلو وطار من الحلو، وقبله طبعا كان مع جونجرق حتى لحد ما جونجرق مات، ما مشي في حتة إلا هذا الرجل البائس، إنه إلا الحتة اللي كان موجود فيها، وهو الآن العقل الموشوش والذي زين لحميدتي ولكل والحرية التغيير انه يمشي في هذه المسألة للأسف الشديد.